يعني مثل ما بنعرف يا عفاف، دائما مع بداية طبعا بس نبلش نقول شهر 12، يعني شهر الأعياد، شهر الكريسماس، وأكيد رأس السنة بتبلش البازارات تهل علينا، أجواء كتير حلوة من الدفء والأسرة والعائلة، لحتى مثل ما بنتعود كل سنة بنشوف كل حارات باب توما والقصاع تحديدا تكون مليانة، كل الكنائس أجواء عائلية مليانة، بازارات كلياتها تعاون ودفء لحتى الناس يتقدم لها كل شيء بمكان واحد وأكيد بأسعار مناسبة. أكيد يا سلمى، واليوم أكيد ما بدنا ننسى نحن ضمن صباحنا دائما بيكون مسك صباحنا معكم، وصباحنا غير هو مسكه ختامه مسك، رح نكون اليوم وبمشاركة من ضيوفنا يلي صاروا معنا ضمن الاستوديو، رح نعيش كمان أجواء البازارات الإنسانية والتنموية أكيد بأهدافها المختلفة والمتنوعة مع ضيوفنا يلي شاركونا من جهتين فعالتين في مجال العمل الإنساني وأيضا التنموية. واليوم رح نستذكر سوا بازار كريسمس ماركت يلي هو المقام في قاعة القديس أغناطيوس الإنطاكي، وأيضا من بازار أسرة السفينة الذي أقيم في باب توما والأيمرية. اليوم رح نستضيف ضيوفنا مدير أسرة السفينة الأستاذ فادي مدير الجمعية، سعد صباحك، والأستاذ سمير جنيد منظم البازار. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم، سعد صباحكم وصباح مثل ما بيقولوا خلينا نقول العمل الخيري والتنموي، العمل الاجتماعي الانساني اللي كثير مهم. خلينا بدايه نتعرف على كريسمس ماركت، الفكره الموجوده مثل ما قالت عفاف موجود بكنيستين. خلينا نبلش مع حضرتك استاذ فادي وبعدين ننتقل عندك استاذ، تفضل. يسعد صباحكم، يعطيكم الف عافيه، بدي اقول لكم شكرا للمجهود اللي عم تعملوه، شكرا انه تفضلتوا على البازار وغطيتوا لنا اياه. حابب اعرفكم بس على السريع عن اسره السفينه بالشام. نحن من سنه ال 95 موجودين تحت رعايه مطرانيه اللاتين، ننتمي لاتحاد دولي للقرش العالمي منتشره بكل انحاء العالم. البازار السنه ومثل كل سنه الحمد لله بيكون عم يستقطب الاصدقاء والمحبين اللي بيامنوا برساله السفينه. هدفنا الاساسي العمل مع ذوي الاحتياجات، من آمن بقدراته، من آمن أنه كل شخص فريد قادر أنه يعطي وقادر أنه يطلع منه أشياء كتير حلوة. فعلى هذا الأساس لحنا بنعمل هالبازار وبنستقبل هالضيوف والمحبين. عم نشوف حضرتك عم تحكي تمام. مشاهد من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عم يشتغلوا شيء خاص لطبعاً عيد الميلاد وراس السنة، قدي حلوة هالمنتجات أنه هي معمولة بإيديهم، قدي مهم هذا الشيء. تمام أكيد، ونحن بنحاول دائما حتى على وسائل التواصل انه نورجي كيف هالشباب عم تشتغل بايدها، لانه لهلا العالم ما كثير بتصدق او ما كثير بتآمن انه هالاشخاص هن فعلا موهوبين وقادرين يعطوا كثير. يعني خلينا كمان ننتقل لعندك استاذ سمير، اليوم البازار كان متضمن عدة فعاليات وكثير في جمال وابداع وايضا اطفال من ذوي الهمم، ولكن البازار عندك مختلف، خلينا نحكي عنه اكثر. اول شيء صباح الخير. صباح الخير. بنحب نستغل المناسبه نعايد سوريا كلها تضل بخير، شعبها بخير، قائدها وجيشها بالف خير. نحن البازار نحن كل سنة تقريبا مثل هالأيام بيكون عنا بازار بضم شو مستلزمات العيد، نحن اللي بتكون إن كان زينة الشجرة ولا الضيافة يلي هي الحلويات هالقصص، تقريبا من أشغال هالعالم اللي عم تشتغلها يدويا بالبيت. طبعا نحن عم نعطي فرصه لهي العالم ان فينا نقول هن اصحاب مشاريع صغيره، فعم نشجعهم للمشاركه بهذا البازار. مثل ما قلنا منتوجاتهم زينه الشجره المعمول هالقصص كلها هيك بتحكي عن العيد، عن اجواء العيد، بتشجع العالم لتنزل. نحن بالاوضاع اللي نحن فيها الصعبه نشكر الله كان في اقبال كثير منيح السنه،
هيك في فرح بوجوه العالم، نتمنى الفرح على طول على وجوه العالم. مثل ما عم نشوف انه في منتجات يدويه، كان في معايير لاختيار المشاركين بالبازار ولا كان تم الاختيار عشوائي والكل يشارك، ولا كان في معايير محدده؟ اكيد طبعا في معايير، قلنا لكم المعايير هي اهم شيء، انه نحن عم نحكي عن العيد، فهي المعروضات الموجوده خاصه بالعيد بقى، هي اكثر معايير مثل ما قلت لك، ان كان الحلو ان كان المنتجات اللي عاملينها هي كلها بتحكي عن العيد. اكيد استاذ فادي، خلينا نرجع شوي اليوم لاسره السفينه. مثل ما بنعرف انتم بتهتموا بذوي الاحتياجات بمجالات مختلفه، يعتبر البازار جزء من الفعاليات اللي انتم بتقوموا فيها لحتى تدعموا ذوي الاحتياجات او القدرات الخاصه بانه هن يكونوا فاعلين بالمجتمع. خلينا نحكي عن هاي الفكره، وهل هي اول بازار بتقوموا فيه هن مشاركين او لا انتم سنويا عندكم هي البازارات؟ تمام. هلا نحن بالسفينه في عندنا بيت للاقامه فيه 9 اخوه ذوي احتياج بيرافقوهم 5 مساعدين بيعيشوا حياه العيله، يعني ما لا مؤسسه او جايين لحتى نخدمهم، لا لا لا، نحن بنتشارك الحياه اليوميه بكل تفاصيلها بكل متاعبها بكل حلوه وبكل مره. كل حدا مننا عنده دور وبيكمله، وعلى نفس المبدأ وعلى نفس الفكرة المشاغل موجودة عندنا. نستقبل بحدود 70 شخص بدوامين بالشام بمشاغلنا قبل الظهر وبعد الظهر، وفي عندنا مشاغل بجديدة عرطوز سنة 2019 افتتحناها كمان، بنغطي 70 شخص ذوي احتياجات اللي بنستقبلهم ببيوتهم، نبلش معهم من بداية دخولهم لهذا المكان بمرافقة الطبيب المختص لنكتشف مواهبهم قدراتهم، بنحط لهم خطة عمل سنوية متجددة متبدلة لحتى نشوف هذا الشخص شو الإمكانيات اللي عنده، شو الشغلات اللي بيحبها، ومنقول إحنا ما منقول إنتاج قد ما منقول إحنا تنمية فكرية ضمن الإنتاج، تنمية مهاراته ضمن الإنتاج، والهدف الأساسي بيكون شخص فاعل بالمجتمع، ثقته بحاله، يكون مثله مثل أي شخص عم يروح على شغله عم بيشتغل عم ينجز وعم يشوف نتيجة عمله قدام عيونه، فهذا الهدف الأساسي وهذا اللي بنشتغل عليه. البازار هو حصيلة عمل كل العام، يعني يمكن بدهم وقت أكثر بس بيعطونا أشياء فعلا فريدة ومميزة. حصيلة العام كامل والعمل كامل بيكونوا يومين بازار بنهاية العام، ومن بداية وجود المشاغل تقريبا سنة 2005 لليوم نحن كل سنة في عنا هذا البازار. يعني عم نشوف كتير في عالم من أطفال الحب ومن ذوي الهمم عم يشتغلوا يدويا وكمان بإبداع وبجمالية. أسرة اليوم أسرة السفينة قديه ضلت أو قديه بذلت هذا المجهود لحتى تدرب وتطور من مهارات هدول الناس؟ أكيد أكيد بدها مجهود، بس هذا المجهود دائما بنسمعها لحنا اللي بيجي وبيزورنا انه يعطيكم العافيه قديش دائما النتيجه واضحه، بس بدنا نشوف المجهود والكواليس. تمام. للامانه هن بيعطوا طاقه فظيعه، عندهم محبه هن بيشجعوكي، هن بيقولوا لك لحنا بدنا نتعلم شيء جديد. كل حدا بيدخل مننا على هذا المكان بحسب حاله انه جاي بده يساعد وبده يعطي، بيكتشف بعد فترة كتير قصيرة إنه عم يأخذ أكثر بكتير ما إنه يعطي. الخطة اللي بتنحط لكل شخص لحتى نشوف هالمواهب اللي عنده إياها ونشتغل عليها أكيد بدها تكون منظمة، مو كل الوقت بده يكون عمل إنتاجي، في عنا ترفيه، في عنا علاقة واللي هي أهم شيء، يكون في علاقة احترام، علاقة صداقة، علاقة مبنية على الاحترام بيننا وبين الأشخاص، هن بين بعض هذا المجتمع يكون خاص فيهم. لما بنوجد هدول القصص كل شيء بيصير أسهل، بيتعلموا. في عنا أشخاص من 20 سنة موجودين من بداية المشاغل، وجود المشاغل هن موجودين بالمشاغل، وفي أشخاص صار لهم 10 سنين و15 سنة، ففي أشخاص هن صاروا معلمين بكل حرفة هن عم يشتغلوا فيها. أكيد بدنا نقول لهم كلهم طبعا لكل الفريق الأسرة بدنا نقول لهم يعطيكم العافية، وإن شاء الله دائما هيك بنشوف هاي المشاريع موجودة ببلدنا لأنها كتير مهمة. بدي أرجع لعند حضرتك أستاذ سمير، متعودين دائما البازارات بيكون إلى جانب إنه هي فرحة، الناس بتنتظرها بالمناسبات، بتروح
بازار الكنيسة الفلانية أو ما إلى ذلك لحتى تشوف هاي الفرحة موجودة على هالطاولات، ولكن جزء أيضا من عملكم هو جزء خيري وتنموي. أكيد. أنتوا عم تقدموا فرصة عمل تماماً. للسيدات تماماً. للصبايا، لمشاريع جديدة تماماً. حتى مشاريع الأكل، يعني هي بلشت خلينا نقول من هاي البازارات تماماً. صار في كتير سيدات ما عندها حرفة ما عندها شيء، بس نفسها طيب صار تعمل أكل تماماً. وتحطه بالبازار. خلينا نحكي عن هاي الفكرة الأساسية لو سمحت. هلأ قلت لك نحن هو هذا، فيك تقولي البازار هو نتاج مشاريع صغيرة لهي العالم اللي عندها منتوجات، إن كان أكل أو إن كان شغلات يدوية. أنا بالعكس بلاقيهم أنه حرام، لازم يتوسعوا أكثر، بس الوضع العام يعني يمكن حاكمهم بهذا الشيء. فبرجع بقول منتوجاتهم كانت كتير حلوة، كتير فيها دقة حلوة بالشغل، يعني أنا بتخيلها كأنها جاية من برا. بقى لا، هي منتوجات شبيبتنا بطريقة حرفية. تدعمون باقي السنة ولا بس بالبازارات بتقدموا لهم هالفرصة؟ هلأ نحنا هلأ في شيء بيندعم تمام، وفي شيء بوقت البازار بيندعي. فهو بازارنا هذا الأغلبية كان مدعوين دعوة عليه، هن بينطرونا من بالمواسم والأعياد، إن كان فصح إن كان ميلاد، لأنه نحنا البازار عنا مرتين بالسنة هذا. فكان نشكر الله ناجح بكل المعايير. حتى في تعقيب صغير على الأستاذ فادي، نحن كمان كان عندنا مشارك ذوي الهمام بطاولة بالبازار، كانت من أشغالهم اليدوية، كمان كان عندهم أشغال يدوية وكان عندهم حلو، فهنن أشخاص يعني جدا رائعين. والعالم نرجع نقول كان في إقبال، الناس بتنطر البازارات كل سنة بتنطرها، نحنا بننطر لأنه منلاقي الشيء اللي بدنا إياه محصور بهذا المكان. بقى نشكر الله. إن شاء الله. كمان أستاذ فادي يعني كمان لاحظنا أنه عم تشتغلوا على مدار العام على ثقافة دمج أطفال ذوي الهمم مع المجتمع، يعني كمان مجهود أكيد تشكروا عليه، بس خلينا كمان نسلط الضوء على هذا المجهود وعلى نشر أهمية نشر هي الثقافة أنه ندمج هدول الأطفال أو هدول الأشخاص مع المجتمع. اللي احنا دائما بنقول أنه في رسالة بالسفينة، أنه وفعلا هي تكون فعلا علامة للمحيط، وشوي شوي الكل عم يلاحظ قديش صار في تقبل لذوي الاحتياج بهمة كل الجمعيات، بهمة وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم تورجي قديش هالأشخاص مهمين. نحن بالسفينة على مدار السنة منحاول بشكل دائم نستقبل من مدارس محيطة فينا طلاب بيجوا بيزورونا، بيكون وجودهم أكثر من رائع، بيفوتوا لعنا هالطلاب الحلوين. هن شوي يمكن نقزانين، خايفين، انطباعاتهم مختلفة، شوية شرح لقلهم، وبيفوتوا بيشوفوا الشباب الحلوين اللي عندنا كمان كيف عم يشتغلوا، بتلاقيهم بعد نص ساعة صاروا عم يغنوا معهم وعم يحاولوا يساعدوهم وبيطلبوا انه يزورونا مرة تانية. بنحس انه نشر هي الثقافة وبالأخص للجيل اللي طالع، جيل قديش مهمة. صحيح. قديش مهمة فعلا. صحيح. ساعد هالشي بأنه أسرة السفينة كبرت أو لقت الدعم؟ أكيد أكيد، يعني السفينة هي قايمة على الأصدقاء وعلى المتبرعين وعلى المحبين، فدائما إحنا لما بنقول بابنا دائما مفتوح لكل صديق ولكل محب، هذا عم يساعد السفينة إنه كل يوم عن يوم تكون معروفة أكثر، تكون العالم عم تصل الرسالة أكثر. أكيد. قبل ما نختم بس نذكر بمواعيد البازارات اللي موجودة حاليا، بداية معك بازارنا الميلادي وبازارنا الفصحي اللي بيكون. لا المواعيد هلا من ايمتى لايمتى البازار مستمر؟ المواعيد كان خلص البازار نحن كان جمعه وسبت واحد من الساعه 11 للتسعة المساء. تمام. كان بباب توما بقاعه القديس اغناطيوس الانطاكي بكنيسه الصليب المقدس. نحن بازارنا كان الجمعه الماضيه 24 و 25 جمعه وسبت من ال 11 الصبح لل 7 المساء. رح نرجع ناخذ شيء جديد؟ رح ترجعوا تعملوا بازارات جديده؟ حاليا تقريبا هلا في الكنائس الثانيه. تماما تماما. اوكي، شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا لكم. التوفيق يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. شكرا لكم.